محاولة ولكن استخلاص دفاعي بشكل ممتاز والإبعاد من مناطق الخطورة في الأمام. انطلق الآن حاضر أمامنا وانفرادة حاضرة داخل منطقة الجزاء. يا سلام يا ساجومبا، يا سلام يا ساجومبا، الرابع يأتي الآن يضرب بقوة. الآن في رمضان يكرم الضيف حق إكرام الهلال برباعية، وما أروعها من رباعية من القطار الذي لا يتوقف من توربيد أم درمان أو الهلال سادومبا. رقصة واحتفالية والجماهير بأجمل الألحان حاضر الآن والأفراح حاضر أمامنا الآن. إذا الهدف الرابع يأتي الآن لصالح الهلال، قاطع مشوار من الخلف بشتى الأنفس، يعني بالمواصلات قاطع المشوار في الكرة الماضية بالصعوبة، ولكن اللمسة الأخيرة نظرة واتجاه الشباك ولقاء وابتسامة أزلية لجماهير الهلال في هذا اللقاء. أربعة وما أجملها من أهداف، وما أجملها من أهداف. نعم لاعب لا يتعامل إلا بلغة الأهداف، إلا بلغة المهارة، سرعة في الاختراق في اللقطة على التنفيذ. مهدي مرياح إرسال كرة أمامية ومقطوعة هلالية تتحول مع سامي عبد الله. إرسال كرة من جانب سامي أمامية اتجاه سادومبا. سادومبا يحاول اصطياد الكرة بالرأس لكن مرر، تحولت هلالية. أسرع يا كاريكا، أسرع يا كاريكا، انطلاقة من جانب كاريكا. كاريكا يحاول المرور، يدخل منطقة الجزاء، يسدد كرة حلوة حلوة، جول هلالي. سادومبا 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 سادومبا، الزيمبابوي يفتتح المباراة، يفك الشفرات، يفك الشفرات التونسية، يحرز الضربة الهلالية الأولى. جول هلالي، جول هلالي بإمضاء إدوار سادومبا. لكاريكا المجهود، لكاريكا فن الطبخ والصناعة، لكاريكا فن الإجادة والإعداد، ولهذا زيمبابوي النهاية السعيدة، النهاية السعيدة. أين اللقطة يا محمد سليمان؟ أين اللقطة يا محمد سليمان؟ هذا كاريكا، هذا كاريكا، مرة كاريكا أخذ اثنين، حارس المرمى أخطأ، وسادومبا في الموعد، سادومبا في الموعد، سادومبا يعاقب عادل نفسه. نتمناها إيجابية اليوم لفائدة الأفريقي. هذه الكرة خطيرة، يخرج عادل، يلا يا نفسي مرة أخرى، تلعب بالنار يا عادل، تلعب بالنار، تلعب بالنار يا عادل. هدف في فائدة الهلال، هدف في فائدة الجميع في ملعب رادس. هفوة كبرى لا تغتفر من نفس الكبير، كلف غالي نادي الهلال. كاريكا هو اللي استغل الهفوة، هو اللي سجل هدف التقدم للنادي الهلالي على حساب النادي. قلنا بديع، قلنا الأخطاء على مستوى الدفاع تكلمنا عليه وعودنا شيء هذا. شوفوا اللخبطة في دفاع النادي الأفريقي، خروج غير موفق لعاد النفسي. شوف الكرة هنا ترجع قدام اللاعب هيثم مصطفى اللي حضرها، رقم 6 اللاعب توماس، اللاعب توماس حضرها، واللاعب سادومبا في مكان متحرر. إعادة للخطة، غلطة كبيرة، اللاعب توماس يرجع الكرة. لعب إنيمبا على لعب الهلال، أدي هجمة لحظة تلعب سادومبا، سادومبا جول 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 جول. الله الله الله، تسلم رجليك، تسلم ايديك، تسلم عينيك، تسلم لي كل حتة فيك يا نجم يا كبير. إدوارد سادومبا يحطها جميلة بحرفنة بحنية بلمسة جميلة سحرية. فين يا جماعة؟ ده في الشباك يا حبيبي، في الشباك يا حبيبي، في شباك مرمى إنيمبا. الله على الهجمة السريعة، الله على الهجمة المرتدة، وعلى طول تحرك بلمسة ممتازة. لسه بقول لكم هذا اللاعب هداف كبير، هذا اللاعب قناص موجود. وبص المهارة، المهارة موجودة ازاي. اللاعب سادومبا عدى بلمسة حلوة سحرية رائعة من قدام اللاعب اوتشيكالو. هجمة على اليمين، تعدي من خليفة احمد، عدى خليفة، عرضية من خليفة، جوه الجول، جوه الجول، جول. هدف التعادل، هدف التعادل للهلال السوداني في مرمى إنيمبا الناجيري. ياه ياه ياه، لسه بقول لكم
خليفة أحمد واللعب على الجناب هو مفتاح اللعب، هو مفتاح الفوز. وخليفة أحمد يعمل انطلاقة على الطرف اليمين ويعمل باصة حلوة سحرية متأشرة بالملي تصل لأقدام النجم الكبير، نجم المباراة ونجم الهلال والهداف القناص الموهوب، وهو النجم الزيمبابوي إدوارد سان مصطفى. في التنفيذ جماهير تهتم باسم هيثم، كرة ملعوبة، محاولة رأسية ولكن مستخلصة، ما زالت تسديدة ولكن اللوبي يقضي. سدد سدد سادومبا، هو الإحصار يبدأ من البداية بيقول الأهداف، متخصص متعهد، هو العنوان العالي للتهتيم. سدد يفعلها من البداية ويولع المدرجات، مدرجات من نار لانتصار للهلال في الدار. هدف أول عن طريق ساسا، هي البداية ليس إلا وإجراءات الدفن الرسمي بالمقبرة تبدأ. يا نمبا شوف سيدا بالعرضية بتسديدة من جانب سيدا، رأسية كانت لم تمر من توريه، عادت بعد ذلك أتحاول فيها باري ديمبا وساسا في التوقيت المناسب للهدف الأول والهدف السابع لساسا سادومبا. لاعب يعرف درب المرمى، يعرف درب المرمى، لم يولد في التنبيه، الراجل دولي جوا الشبكة مولود ومتخصص في الفريق النيجيري، يدون الهدف الثالث لصالح في مرمى فريق أنيامبا النيجيري، وبالتخصص من هذا اللاعب يقدم هدية كبيرة للجماهير الحاضرة من البداية، وبإذن الله السير على هذا الدرب. بداية وما أجملها من بداية، هدف وما أجمل من هدف، يعني الكثير للهلال بفضل هذا الدعم الجماهيري والتقنية الكبيرة لأداء فريق نادي الهلال في المباريات الماضية. يؤدي الفريق على أعلى مستوى من البداية، محاولة للتقدم واستخلاص حاضر أمامنا من جانب تير توماس، كرة وصل، يا سلام توري، الكرة الماضية ودى شيد جونسون وداه نيجيريا، سلم على أهل وجابه مرة ثانية في الكرة الماضية، محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، الحذر إبعاد الكرة، محاولة ما صارت قائمة، وعمر بخيت المعلم يبعد الكرة الماضية. عادت مجددا خليفة، تمرير في منتصف الملعب، هيثم مصطفى محاولة المرور ولكن حكم المباراة يأمر بالاستمرارية. وصلت الكرة إبراهيم توري، يلا يا توري، محاولة لتمرير للمدينة ولكن قراءة دفاعية من إيفان إيدي. مباراة تبدأ من البداية وين؟ مش في ملعب الهلال، جوا فرن الهلال، جوا الفرن الهلالي، تبدأ حامية من البداية بين الفريقين. وإبعاد الكرة الماضية يأتي عن طريق باري ديمبا، كرة مرت إلى رمية تماس جانبية وتوجيه من فيليكس إيموركي مدرب نادي أنيمبا. في الكرة الماضية توجيهات متواصلة، قلق بكل تأكيد بعد الهدف، يلا يا المدينة، محاولة التقدم والانطلاقة ولكن الاستخلاص يأتي عن طريق إيمانويل إنيانو. كرة في منتصف الملعب وخطأ على عمر بخيت، ممتازين يا شباب، 10/10 يا شباب حتى الآن، رغم أن الوقت ما زال مبكر عن الحديث عن النتيجة ولكن هذا الأداء مطمئن حتى الآن. كرة ملعوبة في الأمام، محاول حاضر أمامنا، السلام يا تير توماس، أثير يخلص سخلص الكرة الماضية في منتصف الملعب، لمسة من هيثم مصطفى، دويتو جميل بين هيثم وتوري في مباراة اليوم، حاول من جانب عمر بخيت أو من جانب توري وخطأ على إبراهيم توري، خطأ لصالح وتيكبا في منتصف الملعب، ملعوب، حاولت التقدم للأمام، هدف لابد لألا يدخل في نمضين للفريق الهلالي. دقيقة 17 إذن من الشوط الثاني، منعرج جديد في المباراة. ضربة جزاء إذن للفريق الهلالي في وقت التغيير، باش يدخل لاعب أوتوبانج، لاعب أوتوبانج بديل لبكر المدينة، إذن مهاجم نفس الوظيفة نفس الاختيار، لكن التغيير في الأسماء فقط لفريق المدرب ميتشو، فريق السربي ميتشو اللي عنده الشانس الآن ليفتح سجل التهديف في المباراة بهدف أول من خلال فرصة قد لا تعود من خلال ركلة جزاء. ضربة جزاء زفرها الحكم المالي كارم بيه بإشارة من المساعد. إذا ننتظر التنفيذ، أي دور الحارس ياسين الحاج، أيضا خروج رقم 6، التغيير وخروج لاعب رقم 6 اللاعب توماس
في تشكيل فريق الهلال. سنتابع المباراة في لحظة مفصلية في المباراة، في النتيجة، في اللقاء، في طموحات كل فريق لدوري الأبطال. الحارس ياسين الحاد في مقابلة الهداف لدوري الأبطال اللاعب إدوارد سادومبا. بينما هنا التغيير ودخول أوتوبونغ في تشكيل الفريق السوداني. سنتابع هذه المباراة وسنتابع هذه الفرصة وهذه الكرة، محاولة لفريق الهلال. ضربة جزاء في هذا التوقيت، تقريب 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. إدوارد سادومبا يتصدى للحدث، يريد أن يغير نتيجة المباراة. هل يسجل سادومبا ثالث أهدافه في دوري المجموعات؟ هو الهدف الوحيد للهلال في البطولة في الجروب باعتبار سجل هدفين مباراة ينبع.